طيب، عرفنا من هذا الكلام على أن ثياب المؤمن اللي هي لم تلمسها المني ولا غيره طاهرة، حتى لو عرق فيها حتى لو عرق فيها مش مشكلة. كذلك كل الأشياء التي يلمسها بيديه ورجليه بجسمه ما دام لم تلمسها المني الذي خرج أثناء الجنة، كل ذي البدن نعم جنب نعم، لكن لا أثر له في التعاملات الأخرى. نمرة واحد. نمرة اثنين، المؤمن الكافر هل هو طاهر البدن أو نجس البدن؟ الجمهور الفقهاء يرون أن بدن الكافر طاهر سواء كان كتابي أو مشرك أو غيره. ليه؟ المولى تبارك وتعالى يقول إنما المشركون إيه؟ هذه النجاسة نجاسة معنوية متعلقة بالعقيدة فقط، وليست نجاسة مادية لك أن تتعامل معه، تأكل معه، تشرب معه. في حاجة تانية مهمة جدا ودي تأخذ بالك منها، أن الله سبحانه وتعالى أباح لك أن تتزوج من نساء أهل الكتاب، فلو كانت هذه نجسة الذات نجاسة مادية بالتأكيد أنت هتنام معها وتعرق هي. إذن أنت مطالب إيه؟ كل شوية تنظف بدنك وثيابك من العرق بتاعها؟ ها؟ حد قال هذا الكلام من أهل الإسلام؟ لا. ودي أهو المولى تبارك أحل لنا آية في سورة المائدة، أهو أحل الله لنا إيه؟ أيوة، والمحصنات إيه؟ من الذين أوتوا الكتاب. لك أن تتزوج هذا. نعم؟ إن شاء الله. نعم نعم، يعني مش كلمة عفيفة يعني 100%. لا يعني أنت لا ترى أنها يعني عملت، ما تكونش مشهورة بالفاحش يعني، لأن كلمة أخدان يعني معناها ذات أصحاب. لكن إذا كانت مؤمنة بعيسى أنه إله. نعم. ولو مؤمنة بعيسى بأنه إله، أيا كان اعتقادها، أيا كان اعتقادها، إحنا يعني تعاملنا معهم ونحن نعرف أنهم يعتقدون اعتقادا خاطئا، يقولون عيسى ابن الله وعزير ابن الله ذا اليهود. تتزوج. نعم نعم. والولد يتبع أبيه. نعم نعم. فالقضية دي احنا جبناها عشان ايه؟ لو كانت نجسة الذات انا كنت هتنام معاها، هتعرق، يعني هتقوم تغسل هدومك عشان عرق زوجتك. لا. يعني هذه قضايا ينبغي احنا كنا على دراية بها. نجاسة معنوية. أهل الظاهر فقط الذين يأخذون ظاهر القرآن والسنة بظاهره هم دول اللي قالوا نجاسة الإيه؟ نجاسة الذات. ومردود عليهم بهذا الكلام. طيب، عندنا قضية أبو هريرة، هذا الرجل الذي كان دايما يلازم النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينخنس ولا يعرف هذا الحكم. أيوة، النبي عليه الصلاة أنكر عليه، كنا نقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا نوع من الإنكار. كيف يكون؟ نعم نعم، يعني راح في طريق آخر عشان ما يقابلش النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ إيه السبب؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي أحد أصحابه ماسحه ودعا له. ماسحه إيه؟ يمسكه ده ويمالس عليه
امسح عليه. فأبو هريرة استنكر كون أنا بهذا الشكل ولا زلت جنبا ومع ذلك أجاب للنبي وخليه يحط يده علي وأنا بهذه المثابة، ها كيف إزاي أنا جنب وخلي النبي يحط يده علي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذا الموقف من مين؟ من أبو هريرة. سبحان الله، ازاي انت جالسنا في العلم بس دائما يغيب عنك الحكم ده، الحكم البسيط ده، ازاي يغيب عنك الحكم البسيط ده يا ابا هريره؟ سبحان الله سبحان الله. ان المؤمن ايه؟ لا ينجس، المؤمن لا ينجس حتى لو كان جنب، حتى لو كان جنب، دي نجاسه خاصه في البدن، داخل البدن، لكن أو تعتبر نجاسة حكمية لأنك أنت بتأكل وتشرب وتلبس كل حاجة ولا حرج عليك. لكن أبو هريرة لاحظ حاجة مهمة وهي إيه؟ أن النبي تعود لما يقابله يمسح عليه ويدعو له. كيف يضع يده عليه وهو هذا من باب الأدب يا مشايخ، هذا من باب إيه؟ الأدب مع أهل العلم. نستفيد من هذا الكلام احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الإيه؟ الهيئات. نمرة اثنين، كمان إذا كنت أنت تحضر ما في دروس العلم ينبغي أن تكون حاضر وأنت إيه؟ يعني على طهارة في مجالس العلم، من باب التأسي بمين؟ بأبي هريرة. نعم. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يحضر مجالس العلم وهو متنظف الثياب، ولو كان به رائحة طيبة بأفضل، حتى لا يعني زملائه الذين حوله يتأذون منه. نعم. العالم إذا رأى من تابعه شيئا غامضا يشرح له زي ما حصل من رسول الله لمين؟ نعم. غسل الجنابة لا يجب على الفور، أهو أبو هريرة جنب ومع ذلك لم يغتسل على الفور. إذن غسل الجنابة لا يجب على الإيه؟ الفور، إلا إذا خشي خروج الإيه؟ الوقت. الحكم الأخير أن الجنابة الحكمية لا أثر لها في مباشرة الجنب لحالاته العملية كلها، وده احنا شرحناه بفاضل إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النهود وأخواتها النساء المائدة شعراء فصلت، لا هو الحديث اللي أنا أذكره أو أذكره من الحديث شيبتني هود وأخواتها، شيبتني إيه؟ هود وأخواتها، هود. ما الذي شيبك فيها يا رسول الله؟ في آية في آخر السورة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم إيه؟ كما أمرت. الاستقامة أبعادها واسعة جدا، أبعادها واسعة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ هذه الآية استقم كما أمرت، يعني عليك أنت شوف كل أوامر الله تلتزم بها ونواهيه كلها تجتنبها، بهذا اللفظ البسيط أهو، بهذا اللفظ البسيط. يعني شوف شيبتني هود وإيه وأخواته، أخواتها يعني القصص التي ورد في صور الإيه، الصور اللي هي
يعني قد لا تكون في هذه الصور جمعت هذه ما حكم العمل في البنوك؟ البنوك الربوية العمل فيها حرام. ما حكم العمل في شركات لها أعمال في البنوك؟ إذا كنت أنت هتروح من هذه الشركات للعمل في البنوك اشتغل فيها ما ينفعش. أما إذا كنت في شركة والشركة دي فيها جوانب مختلفة وأنت لست من هذه الأعمال التي تشترك في البنوك ما فيش مشكلة. نعم فين يا سيدي البنك الإسلامي؟ يا ريت يا ابني يا ريت هذه الأسماء كلها تكون على حقيقتها. يا ريت يا ابني أن تكون هذه الأسماء على حقيقتها. أنت عارف كل ما أتذكر هذا الموقف أنا كنا في أمريكا وبعدين جاءت عدد من البنوك الإسلامية أصحابها مسلمين وبنوك أمريكية أصحابها أمريكان عاملين فروع إسلامية داخل تبع بنوكهم وطلبوا مننا أن نشوف المنهج بتاع كل بنك من خلال الأوراق بتاعته. بعض البنوك الإسلامية اسمه بنك لا ربا، اسم عنوانه كده هو لا ربا، تقرأ أنت في الأوراق تجد البنك غرقان في الربا، بينما البنك الأمريكاني الكلام فيه بعيد خالص 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 عن الربا، ملتزم تماما ملتزم. الأسماء مشكلة. فيصل قامت أسسه على القواعد الإسلامية، لكن للأسف يعني للأسف لم يمشوا على هذا المنهج للأسف. هذه أنت عارف في حاجة اسمها يعني أحسن الوحشين، أحسن الوحشين، إذا وجدت أنت حاجة أحسن منه حط، لكن إذا لم تجد حطه وبعدين تجنب الفوائد اللي فيه، تجنب الفوائد. كده الناس بين مرين اللي معاه فلوس يخاف يحطها في البنك ويخاف يسيبها برضه لو تخلص. لا احنا بنحطها بس نجنب الايه يا اولاد الحاجات اللي تيجي بسموها انت ارباح ولا سميها فوائد، اركنوها في رقم، انا عامل لها رقم خاص ثاني تحط فيه وبعدين لها جوانب اخرى تصرف فيه. تصرف على الخير برضه، اصرفها على جوانب الخير العامة مش الفقراء، لأن أنا لا أؤكل الفقير من مال الخبيث، لكن أعطيه مثلا في مستشفى بيتعمل، في مدرسة مثلا بتعمل، في رصيف بيتعمل. انا بقول يا ابن ايه توضع في، اعمل لها رقم خاص يا اولاد حطوا لي ارباحكم تقول عليها دي على هذا الرقم، حضرتك تاخدها وتشوف تعمل بها دورة ميه اللي في الجامع، تعمل بها مثلا جماعه بيعملوا مستشفى تساهم بها. نعم لا يا ابني لا 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 يا ابني. نعم هل دهن الشعر بكريم الشعر يمنع صحة الوضوء؟ لا، هو الكريم ده له فيه كريم سهل زي الماء ما فيش مشكلة فيه، لكن الكريم اللي هو يغطي الشعر بحيث انك انت يعمل عليه طبقة ما ينفعش ما ينفعش. نعم هل يجوز المرأة الحائض مس المصحف أو قراءة القرآن؟ الحتة دي عاوزة تفصيل. هي لها أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف مطلقا،
لها أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف مطلقا، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن هل تمس المصحف؟ يعني تقرأه غيبا ما فيش مشكلة، غيبا ما فيش مشكلة، لكن هل تمسك المصحف وتقرأ فيه؟ المالكية قالوا يجوز لها أن تمسك المصحف وتقرأ فيه إذا كانت تحفظ أو تحفظ، دي الحالة الوحيدة التي يجوز لها أن تمس المصحف، إذا كانت إيه؟ تحفظ أو تحفظ، هي محفظة للقرآن خلاص لها أن تمسكه، عاوز تحفظ القرآن برضو تمسك المصحف، لكن غير هذا لا يجوز لها مس إيه؟ المصحف. أما غير من غير مس المصحف ما فيش مشكلة. نعم يا سيدي. والله عندنا الإمام مالك بيقول حتى لو كان المصحف بعلاقة كده، لو كان بعلاقة، تعرف العلاقة يعني إيه؟ الواحد ربطه بحبله والخيط كده هو ممنوع، شوف كده لو كان بعلاقة. سيدنا بالنسبة مثلا واحد شغال مثلا في الدهان ولا الكلام من ده، ولا مثلا شغال في خرسانة وحيحط زيت ويجي يتوضا، المهم ان مواضيع الوضوء ليس عليها حائل، مواضع الوضوء ليس عليها ايه؟ حائل، بحيث ان الميه تصل الى ظاهر الاعضاء. تخش يا مولانا في اصحاب المهن. نعم. تخش في اصحاب المهن المعذورين، يعني الجماعه اللي بيدهنوا طول النهار في الدهن، صعب انه كل صلاه يغسل ويزيل من على ايده، بعد كده لو حافظ على وضوءه. والله على حال احنا هؤلاء لو ما بيسالون بقول لهم يعني بقدر الامكان البس لك حاجه بحيث انك انت ايه هذه الالوان وغيرها تبقى في في الحاجات اللي انت لابسها في يدك. رجل تزوج كتابيه وباشرها ولم ينزل فعرق هذه الكتابيه ينجس، احنا قلنا هذا الكلام يعني قلنا العرق النجاسة الحكمية مشايخ لا قيمة لها، والمرأة الكتابية طاهرة وليست نجسة، جسمها طاهر كان مسلم تماما، كل مسلم تماما، أبدان الناس الكفار والمسلمين طاهرة لا حرج، لكن احنا كل كلامنا عشان بس ننبه على ايه النجاسة الحكمية او الجناب الحكمية هذه لا أصل لها. لا، ما دام اغتسلت ما ينزل بعد الاغتسال لا حرج فيه، قتال اليهود من العلامات الصغرى أم الكبرى، ماذا بقي من العلامات الصغرى؟ لا ال- 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 دي هتأتي في مرحلة الله أعلم بها، حتى يقول يعني الحجر يا مسلم ورى يهودي تعالى اقتله، هذا الله أعلم، هذه العلامات لا أحد يعرف متى. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد به ضريح؟ لا بأس. ماذا أفعل وأنا في الصلاة وسمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقوم بالصلاة عليه؟ في نفسك دون أن تحرك لسانك، إذا اجتمع غسلان في وقت واحد، غسل جنابة وغسل جمعة، فماذا أفعل؟ اجمعهما معا في نية واحدة، إن اجمعهم معا في إيه؟ نية واحدة، ولك أن تفعل هذا وذاك بهما إن شاء الله. إن شاء الله أفتح عليكم يعني كثرة الأسئلة النهاردة. رجل يريد أن يتزوج وليس معه شيء، فهل له أن يقترض من البنك مثلا 30,000 تبع العمل لكي يستطيع أن لا بأس، لزام بس إيه يكون وصل إلى مرحلة يخشى عليه لو لم يتزوج أن يعني ينظر إلى الحرام،
يعني مش واحد عنده 18 سنة ولا 20 سنة، يعني يكون 25 26 تقدم في السن ويخشى من تتابع السن، لا بأس، لا بأس ألا يجد مخرج آخر ولا منفذ آخر يستدين منه غير البنك. يقول بعض العلماء إن التعامل في أوراق مالية المتحد الجنس جائز، ولدليلهم أن المال قيمته بالبترول الآن بدلا من الذهب. مش عارف أنا إن التفاضل في أوراق مالية المتحدة الجنس جائز، ودليلهم أن المال قيمته بالنزول البترول. لا، هو القضية اللي أنا أفهمها وربما يكون صاحبنا يقصد هذا، بعض الناس بعض أهل العلم للأسف بيقول على أن الأوراق المالية اللي احنا بنتعامل بها دي ما فيش مشكلة كونك أنت تتعامل بها بالربا بالتفاضل 100 ب120 وال100 ب150. ليه؟ لأن دي ليست لها قيمة ثابتة، ده كلام يعني، هذا الكلام لكن يرد عليه بسهولة جدا. ما أهمية هذه الأوراق؟ هل هي للثمنية باعتبارها أسمانة للأشياء، ولا مجرد يعني كونها نحطها في جيبنا وخلاص؟ كونها أسمانة للأشياء، ما دام صارت أسمان للأشياء صار شأنها شأن الذهب والفضة تماما. الإمام مالك بيقول لو أنت الدولة عملت شوية جلود وحطت عليها أرقام ومضتها أصبحت عملة، يجوز فيها ما يجوز في النقود على طول. يعني الشيطان بيلعب بالناس. ما حكم ارتداء الملابس التي عليها أشكال حيوانات وطيور وغير لا، الأفضل للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. ليه؟ لأن احنا التصاوير كلها ما دام فيها تصاوير حيوانات وبني آدمين التصوير أشجار زي بعض، ما فيش مشكلة، يمكن العلماء أجازوا، لكن تصاوير الحيوانات اللي فيها ذات الأرواح أو البني آدمين هذا لا يجوز، كما يعني عرفنا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Thank you.